والإنسان العاصي يظلم نفسه. لماذا يظلم نفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس سوية وعلى الفطرة، عندما يغير مجراها ولا ينتهج السلوك الأصلي الذي فطرها الله عليه، معناها وضع الشيء في غير محله وفي غير صحته، لأن الفطرة هي السليمة هي الصالحة. فعندما يضرب الإنسان نفسه بمعنى أوردها المهالك وأساء إليها. ولذلك فالإشراك والكفر والمعصية والكبائر كلها يطلق عليها ظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وهو أعظم ظلم. كان يظلم الآخرين هذا ظلم وحرام، لكن أن يظلم نفسه هذا أشد، لأن أنت مسؤول عن نفسك أن تزكيها وأن تنميها وأن تدلها على الخير. فمعنى ذلك عندما تظلم نفسك كأنك خنت الأمانة، وأول أمانة هو نفس الإنسان، عليه أن يزكيها وينميها ويدفعها إلى ما ينقذها من النار وما يبيئها الجنة.